صباحي، وننتقل لنتعرف عن الخريجات، خريجات جامعيات ينتجن وسائل تعليمية للتعلم المنزلي، المزيد أكثر مع بيداء معمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام هنا في جمعية الخريجات الجامعيات. نتاج للوسائل التعليمية التفاعلية، أكثر عن هذه الوسائل ومدى فائدتها في التعلم المنزلي. هنا اجتمعت كل الخريجات من مختلف التخصصات لكي تنتج ثمرة نشاطها وحصادها. أكثر عن هذا المشروع معنا الأستاذة وداد السوراني، مدير جمعية الخريجات. أهلا بك، يسعد صباحك. يسعد الصباح، واهلا وسهلا فيك في جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة. كل التحية لك. أستاذة وداد، لو بدنا نتحدث عن يعني تنوع هذه الوسائل لديكم وإبرازها اليوم، الهدف من ذلك؟ أولا الهدف من إبراز هذه الوسائل التركيز على فئة الخريجات الجامعيات التخصص التربية، لما لأهمية إنشاء هذه الوسائل للمدرسة أو القائمة على التعليم. التعليم التفاعلي ضروري جدا مثل هذه اللوحات وكيفية إنشائها لكل خريجة جامعية تخصص تربية. جميل. كيف يعني أردتم خلال شهرين يعني بإنجاز يعني وتحضير لهذا المشروع؟ التحضير لهذا المشروع كان ضمن مبادرة حصلت عليها الجمعية من صندوق التشغيل الفلسطيني بالتعاون مع المنحة الإيطالية. فكان تفكيرنا، الفكرة اللي أقدمنا عليها هي كيفية إنشاء الوسائل التعليمية، وذلك باستقطاب 20 خريجة جامعية ذات التخصص التربية لأهمية ذلك لهن. وتم الاختيار وكان التدريب على مجموعتين، كل مجموعة 10 خريجات، طبعا لظاهرة الوضع الكورونا وتجنبا للاختلاط وتجنبا لأي خطر ممكن أن يصيب أي خريجة. وكان نتيجة هذا التدريب اللوحات التي ترونها أمامكم والتي سيكون في النهاية توزيعها على المدارس التي تم اختيارها. يعني جميل، أيضا هناك تنوع في هذه اللوحات والوسائل التعليمية. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك الأستاذة وداد السوراني. أيضا سنتعرف أكثر عن هذه الوسائل التعليمية ومدى عمليتها أيضا على أرض الواقع بوجود يعني الخريجات يعني في كل وسيلة تعليمية ولوحات. يعني نبدأ من البداية مشاهدينا الكرام، في هذه اللوحة رحلة إلى الكواكب، ولدينا يعني التشوق لنعرف أكثر عن هذه الوسيلة التعليمية. في البداية نتعرف عليك، يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذة. لو سهلة اسمها، يعني عارفين أكثر عن هذه الوسيلة التعليمية ومدى أهميتها لتعلمها للأطفال في هذا المجال. أستاذة، كان هدفنا من الرحلة إلى الكواكب إعداد وسيلة للأطفال في مرحلة صف رابع ابتدائي، إنه يعرف موقع كل كوكب وبما يتميز به كل كوكب، عبارة عن تعريف لكل كوكب بصفته، إنه له بطاقة هيك تعريفية، ويعرف موقع كل كوكب وصفته بما يتميز من بعد وقربه إلى الشمس. هل ممكن الأم مربية الطفل داخل المنزل أن تقوم بإعدادها وأيضا تعليمها للطفل؟ أكيد، حتى بيقدر يشارك الطفل نفسه في إعداد الوسيلة. يعطيك ألف عافية، مشكور هذا المجهود. أيضا مشاهدينا الكرام، حنتعرف أكثر على الوسائل التعليمية الأخرى. خلينا نشوف الباص العجيب، وأكيد أنه جميل كل الأطفال بحبوا يشوفوا السيارات وأنواعها ومن الباصات، وأنه جميل أنه يكون مجرد محاكاة لألعاب الأطفال. نتعرف على صاحبة هذا النشاط، يسعد صباحي. يسعد صباحك، مها رجب، خريجة تربية تعليم أساسي. الفكرة بتحكي عن بص الحروف، إنه بدنا نعلم الأطفال في بعض الحروف اللي تكتب على السطر وفي بعض الحروف اللي يعني بتنزل عن السطر، عندك مثلا زي الصاد، وجبنا إنه الصورة مع الحرف. كيف إنه تكون سهلة ومرنة للأم باستخدامها؟ هي سهلة جدا، أنت تطلع مكوناتها بسيطة جدا، أي أم بتقدر تعدها. يعني هذه بتهيألي الوسيلة إحنا بدنا فيها متأخر جدا عن باقي المجموعات، مستغرقتش وقت خالص، يومين. أنا حاليا في البيت في عنا أطفال، بديت أشتغلهم هذا الحال، يعني بقدر مكونات بسيطة جدا، وهي هذه حضلها راسخة أنا بتهيألي بذهن كل طفل. إنه هدفك إنه يكون تجميع هاي الحروف على مجسم باص.
يعني كان انه هدف انه فعلا انك تجذب الاطفال؟ صحيح، لانه الاحرف احنا غالبا انا ايام التدريب لما كنا غالبا نطلع ندرب بوسائل تقليديه، فالطالب يعني ممكن ينسى لانه مرحله اساسيه دنيا، وهو لسه جديد بيتعرف على الاحرف، فاحنا حبينا نعرضها له بشكل مميز اللي هو البسط العجيب. عندك هنا الصندوق، كمان احنا هننتقل لجانب وجداني مع الطفل، انه هاي البطاقات يعني بعد ما نعرضها هنحتفظ فيها في هذا الصندوق، فهنا يعني هو حيربط الجانب الوجداني اللي هو الاحتفاظ بالاشياء وقيمتها. مثل ما شفنا هنا الباص العجيب واكثر من وسيله تعليميه تفاعليه، ايضا هنا يعني بهذا المجسم ووجود لعبه القطار لتحاكي جوله داخل الخليه النباتيه باجزائها وتفاصيل اكثر عن هذه الخليه، ربما بوجود القطار لكي يربط ان هناك ترفيه ومعلومه في نفس الوقت للطفل لكي يكتسب المعلومه اكثر. مشاهدينا الكرام، ايضا هنا يعني وسيله تعليميه اخرى وبجانب وسيلة تعليمية بربطها بألعاب الأطفال وخاصة ألعاب تخص البنات، ومعروف البنات قديش بحبوا ألعاب الباربي والألوان الزهرية، الألوان اللي بتليق فيهم. خليني أتعرف أكثر عن هاي الوسيلة التعليمية. يسعد صباحك معنا مس ميسرة جودة، يعطيك العافية. يسعد صباحك بيداء، ويسعد صباحكم في تلفزيون فلسطين. الوسيلة هاي طبعا كانت أكثر من حاجات الطفل داخل المنزل ومن رؤية الأم كأم لألعاب الأطفال. في هاي الوسيلة حبوا الأمهات الخريجات، خليني أحكي عنهم أكثر لأنه هاي أم عملت هالوسيلة، حبوا أنهم يجيبوا بيت باربي هم صمموه، هم أخرجوه، وضعوا عليه بعض الكلمات لأجزاء المنزل باللغة الإنجليزية. حبوا أنها تكون وسيلة لأكثر من مرحلة عمرية، ممكن لمرحلة صف أول يستخرجوا الأحرف الكابيتال من هاي الكلمات، لو لمرحلة أعلى شوية ممكن يشوفوا شو هي الأحرف السايلنت أو الأحرف اللي بتاخد أو أسف الكلمات اللي بتاخد آ أو آن، دمجوا فيها بعض أشياء من الجرامر. كمان إحنا مثل ما إحنا شايفين أنه باختلاف التخصصات من التربية والعلوم، أيضا في يعني المجال الجغرافيا أنه نتعرف على خريطة فلسطين، قديش فلسطين بتعني لكل طفل بانتمائنا لها، وحتى يتعرف على المدن الرئيسية في فلسطين وبالخاصة بالعاصمة والمدن الأثرية. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا أستاذة. معك ألاء رحمي، خريجة تربية لغة عربية. اخترنا الوسيلة تكون بتختلف عن كل وسيلة لها كل مساق. الجغرافيا اخترنا خريطة فلسطين نحكي عنها. خريطة فلسطين ما خليناها صمائية، تفاعلية. الطفل حيجي يختار المدينة من الجيبة، الجيبة فيها معلومات عن المدينة، أهم المعلومات الأساسية للمدينة وأهم معلم أثري في المدينة. طالب بيجي وبيحطها بعلق وين مدينة غزة، بعلق مدينة غزة. اخترنا الموقع الجغرافي على شكل جي بي اس. جميل أنه ميزت كل مدينة بالمعلم يعني المعروف فيها، الأهم والمشهورة فيه. طبيعي اخترنا جي بي اس السكوتش، ليش؟ لانه المدينه الخريطه بتحكي عن مدينه، اين تقع المدينه، فالجي بي اس هو افضل. جميل، يعطيك الف عافيه. نكمل ايضا مشاهدينا الكرام باخر وسيله تعليميه، ازرع بيدك، بوجود محاكاه وتجسيد ايضا للمزروعات وكيفيه زراعتها وماذا يحتاج ايضا النبات. هنا معي منسقه المشروع استاذه نسرين، يعطيك الف عافيه. يعافيك، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك استاذه نسرين. يعني راينا ان هناك تنوع جميل بتقديم لهذه الوسائل التعليميه، كيف تفيد في خلال مبادرتكم مشروعكم يعني التعليم، المسيره التعليميه وخاصه الاطفال في ظل التعلم المنزلي؟ كما لاحظت ان جميع اللوحات كانت ادوات من خلال من البيئه، يعني حاولنا استخدام، عملنا ريسايكل لادوات ومتناول للجميع، يعني الأم في خلال تواجدها في البيت في ظل الحجر المنزلي وانقطاع المدارس والتعليم عن بعد، هذه الأدوات كتير سهل أنها تتوفر إلها، وسهل أنها تشوف نماذج زي هيك وتصممها لابنها داخل البيت، ويكون الطالب حتى لما بيشوف غير عن لما يسمع وغير عن لما يطبق الإشي بإيده. فهذه الأدوات كتير سهلة واللوحات كتير تفاعلية وبتجذب الأطفال، يعني شايفة أنت الأشكال هاي، الفوم في متناول الجميع، ما فيش إشي مكلف جدا يعني، بس في نفس الوقت بيأدي مهمته على أكمل وجه، الطالب بكون حاسس وشايف وسامع
بجسد كل المنهج التعليمي اللي قدامه خلال لوحة تعليمية تفاعلية. يعطيك ألف عافية أستاذة نسيم، إن شاء الله يعني التقدم في هذا المجال أكثر بما يفيد أطفالنا. أيضا وجود هذا المشروع، هذه المبادرة أيضا بوجود يعني مشاهدينا الكرام الأساتذة الشخصيات التعليمية اللي تشرف على هذه الوسائل التعليمية المقدمة من قبل الخريجات الجامعيات. لهنا مشاهدينا الكرام كن وصلنا لختام هذه الفقرة، بالعودة إلى استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح، ويسعد صباحكم من جديد.